مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الصراع بين الأحزاب السياسية لا سيما مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، معنا من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل. مساء الخير. مساء الخيرات أستاذ محمد، أهلا بكم. يعني لماذا يتصاعد الصراع حاليا بين قوى الإطار التنسيقي على انتخابات مجالس المحافظات؟ مما تخشى قوى الإطار من مجالس انتخابات والمحافظات وانتخاباتها حاليا؟ نعم، في البداية انتخابات مجالس المحافظات والإشكاليات الآن اللي حاصلة بين الكتل السياسية والخلافات العميقة الآن الموجودة بين الكتل السياسية كنا قد تنبأنا بها منذ بداية تشكيل الحكومة. نعم. وحتى ما قبل تشكيل الحكومة أثناء الانسداد السياسي، لأنه مجالس المحافظات تمثل يعني في مكسب كبير لهذه القوى السياسية لما تمتلك من أمور ممكن أن تغذي الأحزاب من خلال الإمكانيات المادية، وتغذيها أيضا من ناحية فرض السيطرة على المحافظة بأكملها. نعم. هذه الخلافات كانت موجودة أساسا أثناء تشكيل الحكومة بين قوى الإطار التنسيقي، والكثير منا توقع عدم حسم موضوع تشكيل الحكومة لولا تدخل السفيرة الأمريكية في تلك الفترة. نعم. الآن لا تدخل السفيرة الأمريكية في مجالس المحافظات، لذلك من المتوقع أن تزيد الخلافات بين هذه الكتل السياسية المتصارعة وخصوصا داخل الإطار التنسيقي عفوا. نعم. وبالتالي قد تخلق صراع من نوع آخر ممكن أن يؤدي حتى إلى تفكك الإطار التنسيقي في المستقبل القريب، ويدخل الانتخابات المقبلة بقوائم مشتتة، ويتفتت كل الإطار التنسيقي بسبب ما تحتويه مجالس المحافظات من مكاسب لهذه الأحزاب السياسية. بالتالي هي ذات أهمية كبرى لدى الأحزاب وخصوصا المسلحة. ولكن لا تقتصر الأهمية على المكانة الاقتصادية التي تريد الأحزاب الحصول عليها أو التكسب من هذه المجالس. لا بالطبع، شوف، السيطرة على المجلس المحافظة يعني بغض النظر عن المكاسب المادية، نعم، معناها أنه المحافظة بأكملها تصبح بيد فصيل معين كما يجري الآن في ديالة. نعم. ديالة الآن بأكملها هي خاضعة لسيطرة ميليشيا بدر منذ 2003 وحتى الآن، وبالتالي هي متمسكة بالأرض ومتمسكة بالانتخابات اللي تجري فيها ومتمسكة بكل مفاصل الحياة اللي موجودة في ديالة. الكتل السياسية وخصوصا اللي تمتلك ميليشيا مسلحة، إن سيطرت على أي من مجالس المحافظات هذه معناها أنه ستصبح كل محافظة تحت رحمة هذه الميليشيا كما نعم. هي موجود كما موجود في ديالة. هذه أهمية أخرى أيضا ممكن أنه تساعد الكتل السياسية أو الميليشيا في أن يكون لها دور أكبر بالانتخابات أو مقاعد أكثر بالانتخابات النيابية المقبلة، لأنه راح تكون مسيطرة ولديها الوقت الكافي أكثر من 3 سنوات من أجل بسط سيطرتها على المحافظة، بالتالي الحصول على مقاعد برلمانية أكبر في الانتخابات البرلمانية. لذلك هي ذات أهمية ليست فقط مادية. نعم. في جزئية أخرى، استبعاد مرشحي ميليشيا العصائب من بعض القوائم أو من القوائم، يعني ماذا تبين؟ ما الذي بين قوى الإطار التنسيقي حتى يتم استبعاد مرشحي ميليشيا العصائب؟ موضوع مرشحي ميليشيا العصائب في الانتخابات النيابية كان أكبر دعم لميليشيا العصائب هو نور المالكي. نعم. وبالتالي نور المالكي بفرض اسم رئيس الوزراء الحالي محمد الشيع السوداني على كل قوائم الإطار التنسيقي كمرشح وحيد بديل في زمن خلافه مع مقتدى الصدر اثناء نعم. تشكيل الحكومه، اصبحوا ذات قوه بالمكاسب اللي كسبوها من يعني الانتخابات النيابيه وحصولهم على الوزارات والمناصب الاخرى كالمناصب الخاصه وغيرها. الان هذه الكتل السياسيه متاكده بانه دخول ميليشيا العصائب معهم في نفس القائمه يعني خساره مرشحيهم للمقاعد، وبالتالي ستذهب كل المقاعد داخل مجلس المحافظة إلى ممثلي العصائب. لذلك هم يعلمون بخطورة وجود مرشحي وجود العصائب داخل القائمة مالتهم، وبالتالي هم قرروا استبعادهم لقدرتهم المادية أولا وقدرتهم الميليشياوية ثانيا، وقادرين على أن يجروا بالانتخابات داخل المحافظة إلى مصلحتهم المادية البحتة، يعني مصلحتهم الفئوية البحتة. نعم. بالنسبة للعصائب، وبالتالي هنالك تخوف من إشراك مرشحي العصائب في داخل القواعم، وهذا يؤكد بأنه موضوع تشكيل تحالف واحد في انتخابات مجالس المحافظات هو ليس فقط مرتبط بموضوع رفض المالكي أو غير المالكي، هو نعم. هنالك
رفض تام لموضوع دخول بقائمة واحدة في مجالس المحافظة. طيب هنا أيضا يعني هل تتوقع أن يتحول الموضوع إلى حالة من الصدام، خصوصا يعني ما عرقلت إجراء أي تغيير وزاري بحكومة وتشكيلة حكومة السوداني اليوم وفق رفض العصائب؟ يعني الصدام المسلح انتهى أمره، طالما هنالك أصبح هنالك حاكم مسيطر على هذه الميليشيات، أصبحت السفيرة الأمريكية هي الحاكم الفعلي لهذه الميليشيات، وهي من تحرك هذه الميليشيات، وهي من تمنح لكل ميليشيا حصتها. يعني سابقا كان هنالك قيادة داخلية وكان هنالك سيطرة من إيران على هذه الميليشيات، الآن هذه الميليشيات أصبحت تنفذ بالضبط ما تريد السفيرة الأمريكية منها، استنادا الى الاتفاق الذي جرى ما قبل تشكيل الحكومه بين الاطار التنسيقي وبين السفيره الامريكيه ولاسقال، وتم تشكيل الحكومه على هذا الاساس. نعم. على اساس هذا الاتفاق. الان لا يمكن ان يحدث اي صدام، بعد ان صار الصدام بالمنطقه الخضراء بين اتباع الصدر وبين اتباع الاطار التنسيقي انتهى زمن الصدامات، اصبحت هنالك مسيطر على العمليه السياسيه في العراق الا وهي السفيره الامريكيه. طيب هنا ايضا يعني في 2019 تم الغاء مجالس المحافظات بعد ثوره تشرين، وكانت هذه من ضمن مطالب المتظاهرين. اليوم تم اعاده مجالس المحافظات وهناك صراع على القوائم الانتخابيه، كيف ينظر الشارع العراقي اليوم الى مجالس المحافظات وهو قد طالب مسبقا بالغائها؟ نعم، هو كل ما طالب به ثوار تشرين وكل ما قاله في ذلك الوقت الكاظمي اثناء استلامه للسلطه والوعود التي قطعها لم تنفذ، وبالتالي تم نسيان كل المطالب اللي طالب بها ثوار تشرين. نعم. منها قتله المتظاهرين وحل مجالس المحافظات وتعديل الوضع الاقتصادي او المعيشه للمواطن، منها تعيين الطلاب الخريجين وغيرها، كل المطالب اللي كانت تطالب بها ثوره تشرين تم ابتلاعها من قبل الاطار التنسيقي بمجرد استلامه للسلطه. حتى الوعود اللي كان يقطعها الكاظمي، هو كان يصرح بان هنالك بعض الكتل السياسيه ترفض او تقف ضد عمله، لكن الان اصبحت الامور بيد الاطار التنسيقي، وبالتالي اعيدت مجالس المحافظات، اعيد سانتياغو، وكان واحد من الاشياء ايضا سانتياغو كان واحد من الامور اللي ظاهر ضدها ثوار تشرين، لانه سانتياغو كان معناها استمرار الوضع على ما هو عليه الى يوم القيامه يعني، وبالتالي حاول تغيير قانون الانتخابات في تلك الفتره. نعم. والان عاد نفس القانون، عدنا الى سانتياغو وسنعود الى مجالس المحافظات وسنعود لسيطره الميليشيات بطريقه اكبر مما كنا عليه عام 2007 او 8، وما حدث يوم امس من اشتباكات مسلحه في الشارع هو اكبر دليل. من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الاستاذ بهاء خليل، شكرا جزيلا لكم لمشاركتكم معنا. شكرا.